أوقات عملنا إلى حد الآن يعني طبيعية، هي نفس الأوقات، إنه 8 8:30 الصبح إحنا نفتح، وإحنا عندنا خفر هنا اللي 12 بالليل الإقبال عليكم مستمرين. شنو؟ إقبال يعني حسب الوضع اليوم شيء أكيد، حضرت أجور بدأ من البارحة كذا، قلة الرجل شيء أكيد، حركة قليلة جدا. كيف التجول يأثر عليكم؟ يعني هو يأثر على الكل بالنسبة للحركة، غير لا أنتم حركتكم يعني. حركتنا لا طبيعية، إحنا لين لازم نجي مقابل المستشفى، يعني لازم تجي ناس تحتاج اشياء كذا. لا مستاهلين القوات الامنيه مستاهلين. والله عملنا جدا مهم خلال فتره الحظر، يعني اهم من تواجد الدكتور او المختبر، لان تعرف انت بالدرجه الاساس للمريض يحتاج العلاج، خصوصا مرضى الضغط والسكر وكذا، ومده 10 ايام في حظر مده طويله، تتطلب يعني انه يراجعون صيدليات، يعني المريض الشخص الا ما يحتاج العلاج بالليل كذا، فاحنا صيدليات خافره يعني خلال فتره الحظر او بدون الحظر، خصوصا نحن يعني من اهم الصيدليات كوننا نتواجد امام المستشفى، فدائما المستشفى تعرف يدزون على علاج وكذا، فوجودنا ضروري يعني صراحه. وجودكم ضروري، وجود الاطباء والمختبرات ايضا ضروري، يعني انه يستثنون الاطباء المختبرات ايضا. والله يعني كم اللي عمل الصيدليات؟ هو كلامك صحيح، بس الاطباء والمختبرات مستثنيهم بالمستشفيات، هي يعني موجوده الطوارئ دائما، يعني الاطباء 24 ساعه خلينا نقول موجودين متواجدين، بس كصيدليات داخل المستشفى ما يوجد عندهم اي علاج، فلازم اكو صيدليات خارجيه مال قطاع خاص موجوده ومفتحه. خصوصا الادويه الامراض المزمنه قصدك؟ خصوصا الامراض المزمنه، الامراض كالذبحه ما ذبحه، علاجات طارئه لازم على السريع يتم اخذ للمريض. والله اشتري دواء. امراض مزمنه دواء عادي يعني؟ لا لا لا، على الولاده. ها. الى المستشفى بالبتول. زين بالمستشفى ماكو ادويه يعني انه تطلعون من برا تاخذون؟ ما موجود، دزونا برا، ارسلونا برا. من المستشفى؟ اي قالوا ما موجود هذا الدواء، من برا تاخذونه. زين الصيدليات بعض منها مفتحه يعني ليل ونهار، هل هذا ضروري خاصه لهيك حالات؟ اي نعم ضروري، لان المواطن لازم يتجه على الصيدليه الخارجيه ياخذ دواء، لان بالداخليه ما موجود. يعني لازم يجي على الصيدليه الخارجيه ياخذ دواء. مريض ويبقى راقد بالمستشفى. ضروري عمل الصيدليات. المهم في كل منطقة يعني تفتح. تفتح صيدلية. ليش؟ هالناس مرضى وين تروح إذا ماكو صيدلية؟ أو بعض منهم أمراض مزمنة. أمراض مزمنة، هسه أنا عندي حجية ضغط سكر وكلى، إذا ماكو صيدلية وين أروح؟